تحت رعاية هيئة الثقافة والفن التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية، أقيم معرض الكتاب الثاني في مدينة القامشلي. شارك فيه الكتاب والأدباء والمؤسسات الثقافية ودور النشر وحضور كتاب من بلدان عربية تحت شعار بالقراءة نحيا، التي من خلالها يتمكن الكاتب من إيصال رسالته للعالم بطريقته الخاصة. دور الكتاب في الثورة ورسالة اللي يوجهها الكتاب للثورة بالثقافة يزداد الوعي، وهذا اللي يتطلبه المجتمع، زيادة الوعي نحتاجه كمرحلة مهمة في مرحلة ما بعد نهاية الحرب في سوريا. طبعا هذا المعرض هو جاي من نتيجة أو بهدف إحياء أو إنعاش الساحة الثقافية للكتاب، وفتح مجال أمام الكتاب والمثقفين لتقديم نتاجاتهم وعرض نتاجاتهم خلال هالمدة لست أيام. المعرض الثاني للكتاب يهدف إلى إعادة ثقافة القراءة والعلاقة الحميمية وخلق قنوات التواصل بين القارئ والكتاب وإحياء دور الكاتب، ولا سيما بعد غياب دوره خلال السنوات الحرب الماضية في سوريا. أعتقد أن الصعوبات اللي بتقابل الكاتب هنا لا تختلف كثيرا عن اللي بتقابله في أي من دول المنطقة الشرق الأوسط، سواء هامش الحرية أو سواء الصعوبات المادية التي تجعله يعني متفرغا للعمل الأدبي والثقافي. دي صعوبات مالية بتؤثر عليه. كم صور حربية اليوم حاولنا بهالمعرض نرسل رسالة لكل العالم ليلاقوا أو ليشوفوا الحقيقة اللي صارت بأرض روجافا وبشمال سوريا، فحاولنا بالحروب اللي صارت بأي طريقة القوة قدرت على الإرهاب داعش. تجاوز عدد الكتب المعروضة العشرات، والتي توزعت بين الرواية والقصة والشعر والأبحاث التاريخية والصور التي وثقت الحرب على داعش في سوريا، حيث من المفترض أن يستمر المعرض لأكثر من 3 أيام في مدينة القامشلي شمالي سوريا. ناز سيد، قناة الغد، القامشلي.